السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة فوطة وزرار. فوطة وزرار هنعمل فكرة بسيطة سهلة الشتا بقى ومحتاجينها في الشتا جدا جدا. نعمل لايك نعمل شير، تابعوني على صفحتي على الفيسبوك للتواصل الخط اسهل مع ام عبد الرحمن. يلا نبتدي على بركة الله. الفكرة دي اساسها فوطة، لكن انا علشان التدريب وعشان تكون اسهل في الرؤية فانا هستخدم القماش. تمام؟ طيب انا اصلا عملتها فيديو بالفوطة لكن الفيديو اتحذف بشكل خاطئ من المونتاج، فانا قلت اعيد نفس الفكرة على القماش للتوضيح. اهم حاجة عندي بس انا عملت القماش طبقتين برضو عشان يبقى تقيل، لكن لو فوطة هتبقى واحدة بس، لكن انا عملت تتقيل كده يعني عشان تبقى تقيلة وانا بشتغل. تمام؟ طيب عايزاها تكون هنا 70 وتكون بالشكل ده كده 25. تاني عايزاها تكون كده 70 وتكون هنا كده 25. تمام؟ اهو دي كده القماشة بتاعتي. الفوطة مش هينفع تطبقيها كتير او تعمليها بطانة، اي الفوطة بتبقى تقيلة بالفعل. تمام؟ لكن القماش هنا مساعدني ان انا اقدر اعمله طبقات. انا كده عايزة كده 25 وهنا الطول 27. تمام؟ طيب شايفين انا باخد ما بعملش اي حاجة، فكرتي النهاردة سهلة بسيطة اهي. هي مش فكرتي لكن هي متداولة على اليوتيوب اهي، وبنزل كده على مفيش. تمام؟ اهو كأنها كده شكل فازة مثلا، بطلع كده 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 على مفيش وبقص اهو. عشان تنشيف الشعر، تكون مخصصة لتنشيف الشعر، ما يبقاش بقى محتاجة اكتر من فوطة بقى وكده، خاصة لو الاطفال يعني يستحسن قوي قوي نعمل لهم دي عشان ما يبقوش مضطرين يخرجوا يشيلوا فوطة على طول فيستهلوا. لا دي بتمكنها ان ممكن يبقى طفل او طفلة واخدها كده فترة معاها. تمام؟ طيب اهو شايفين الفكرة بسيطة خالص. تمام؟ ده كده الجزء اللي انا هخيطه، اللي انا هعمل لكم عليه علامة اهو. ده كده الجزء اللي انا هخيطه اهو بالشكل ده كده هخيطه اهو. بنزل بالدوران خلاص، خيطتها اهي. تمام؟ باجي هنا في النص واروح حاطه زرار كده كده، ركبت الزرار من هنا، استك كده صغير واركبه هنا بحيث ان انا لما اعمله على قد زرار، حتى الاستك هيبقى يساعدك، حتى لو لقيتيه واسع يتعمل مرتين مش مشكله يعني ما يقلقش. دي كانت الفكرة بسيطة وسهلة، بتتلبس كده في الرأس وتفضلي تبرمي الجزء ده كده لغاية ما تيجي تركبي هنا في الأستيك اهو بالشكل ده. اتمنى تكون الفكرة سهلة وبسيطة. بشكركم جدا جدا، ما ننساش نعمل لايك للفيديو وتشتركوا في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة بتبقى فوطة زي ما قلت لحضراتكم اهي، تلفي كده كده افكار بسيطة وسهلة، حاجات ممكن تشتريها، ولكن احنا بنقول عايزين نتعلم نعمل كل حاجة مع بعض من غير ما نشتري حاجة، من غير ما نكلف نفسنا اهو. تمام؟ دي ميزتها عن الفوطة، ان الطفل ممكن بعد ما يخرج من الحمام، بعد ما ياخد دش في الشتا ده، ما يضطرش انه يشيل الفوطة ويستهوى او يكون الشعر لسه مبلول، لا تقدر تلبس وتفضل تقعد بيها شوية كده قد 5 دقايق. وبعدين الفكرة انا مش شايفاها فيها اي صعوبة، بتمنى ان هي تعجبكم